نعرف انه في مصادر اضاءة انت بتقدر تتلاعب باصل اللون، بس انك تتلاعب بساتوريشن تاع اللون، يعني هذا اخضر جدا مشبع اللون، بس تخيل انك انت بتقدر تتحكم بالاشباع تاع مصدر الضوء اللي هو بالنسبة للمصممين او المصورين اللي هو الساتوريشن. مش بس هيك، طبعا تقدر تتحكم بالانتنسيتي انه انا بدي، او اللومينانس اني انا اضعفه او اقويه. بصراحة هذا يعتبر اشي خرافي. اليوم بدنا نحكي عن اضاءة الابتشر ام سي، مصدر اضاءة جدا صغير بس مفعوله كثير كبير. خلينا نعرف شو قصته. الفيديو تاعنا اليوم راح يكون قصير، بس بدنا نحكي عن جد اشي يعتبر بالنسبة لحجمه خرافي وكده تأثيره قوي بالنسبة للمصورين. احنا بنحكي عن مصدر اضاءة حجمه والله انه اصغر من محفظتي بالطول، بالعرض، حتى بالخمالة، لا حتى الخمالة نفسها حتى نكون صادقين، يعني هاي محفظتي بالضبط جنبه، يعني طلعوا بالنسبة لحجم الهوية تقريبا نفس الحجم. احنا بنحكي هذا الضوء بيعطيني اضاءة مماثلة تقريبا للكي لايت اللي عندي، يعني لو نشوف قديه قوته لما شفته باول الفيديو تقريبا، انا ما غيرت اعدادات الكاميرا نهائي، بقدر اضوي فيه مشهد كامل، يمكن كان محتاج ستوب زيادة ان ارفع الايزو، بس بقدر اضوي فيه مشهد. هلا هذا لا يستخدم ككي لايت، لا يستخدم كضوء رئيسي، بس ممكن نستخدمه فوق الكاميرا اذا بدنا نصور اشياء فيديو، احنا راح نستخدمه بالوضع اللي هو بس انه ضوء ابيض يكون كثير قوي. الفكرة الخرافية بهذا الضوء انه عم بتغير الوانه لالوان الطيف كامله، ار جي بي بالكامل هذا الضوء، ففيه اوبشن تغير مثلا الهيو عندك من 0 ل 360، اللي هم بتعرفوا اللي بيستخدموا ادوبي فوتوشوب او بتعامل مع الالوان بتعرفوا انه عجله الالوان 360 درجه، عجله هي دائره الوان، فعليها بتتغير الالوان حسب درجات الدائره. بعد الهيو في عندنا ساتوريشن، بتعرفش يعني تتحكم بالساتوريشن اضاءه، فانت بتقدر تتحكم بالساتوريشن وتقللها لحد ما يختفي تقريبا اللون، وكنا بنعرف انه الزيرو ساتوريشن بما معناها ما في لون، وبهاي الحاله اللي هو بصفي ابيض 100%. واخر اوبشن هون بسموه الانتنسيتي اللي هي القوه، فانت يا بتخليه ضعيف او بتقويه، وبوصل معك لحد 0% 1% لحد 100% تقدر تزيده. هذا اشي رائع جدا بالنسبه له كمصدر اضاءه. طيب هذا الاشي الاول بس اللي بدنا نحكي عنه لسه في مواصفاته. في اوبشن ثاني بنقدر نغير فيه بهذا الاضاءه، ظلينا كبسين على الدائره بغير عنا الاوبشنز، بيعطينا فيه الاتش اس اي اللي هو هيو ساتوريشن انتنسيتي. بعديها في عنا شيء مهم جدا بالنسبه لي اللي هو اف اكس، اللي هو اختصار لكلمه افكتس، تاثيرات. ايش يعني تاثيرات؟ شو بيعمل هذا الضوء؟ مثلا في عنا تاثير اللايتنج اللي هو البرق، هي واحدة من التأثيرات. التأثير الثاني مثلا عندنا اللي هو الحفلة مثلا، فأنا ممكن أستخدمه بس كتأثير وراي، أو يعطيني علي كضوء علي رئيسي كأنه أنا بحفلة، وأنه بتغير الألوان والإضاءة اللي فيه. بلسنج اللي هو من اسمها بلس اللي هي ومضة، فبيعطيني إشارة مش زي الفلاش بدنا نحكي، اللي هو إشي زي تحذير. وأكيد الكاب كار، سيارة الشرطة، هذا التأثير اللي موجود تقريبا بكل مصادر الإضاءة الار جي بي. وفي كمان تأثير النار، فأنا ممكن أني أحطه كأني بمثل بفيديو، أنه إحنا بمشهد أنا بس بدي أعميه عن الكاميرا زي هيك ما يأثر على الكاميرا، وزي كأني أنا ضاوي شمعة، تخيلوا. عاد عن هيك هذا الجو ممكن نجرب تأثير الألعاب النارية. في افكت اللي هو كانك بتشاهد تلفزيون. 405 دولار اند ليبي 410 فولز بلب، هذا مفيد بمقاطع ومشاهد الرعب. وفي عنا تاثير الباباراتسي، بس الصراحه بده اضاءه تكون مضويه، يعني مشان يبين انه عم بضرب فلاش، وتاثير اللي هو لما يتصور المشاهير فيه. صار واضح تقريبا بالنسبه لكم انه استخدام الرئيس صراحه مش للفوتوغرافرز قد ما هو للسينماتوغرافرز او الفيديوغرافرز لتصوير الدعايات، لانه التاثيرات اللي فيه صراحه خرافيه، قد ممكن يعمل مود للمشهد اللي بدك تعمل. هلا في اوبشن ثاني انت ممكن تعمل او كاستم افكتس،
عن طريق ابلكيشن على التليفون اسمه سايدس لينك. هلا في طريقه ثانيه نستعمل فيه الاضاءه اللي هي السي سي تي او الاستخدام عن طريق الوايت بالانس، يعني انت معاك من 3200 كلفن لحد 6000 اتوقع، يس 6500 كلفن. احنا بنحكي هون عن سي ار اي فوق ال 96%، وهذا اشي جدا جدا عالي بالنسبه لضوء قليل، لكن متوقع جدا طبعا من شركه مثل ابيتشر لانها بتهتم جدا بالسي ار اي عندها بالاضاءه. خلينا نحكي هلا عن بس مواصفات صغيره موجوده فيه كمان، اللي هو المغناطيس اللي كثير كثير قوي بالابيتشر ام سي، اللي بيسمح لك تعلقه تقريبا باي مكان فيه حديد وبشكل جدا قوي بتركن عليه من كثر ما هو قوي، خلص ثبت. وايش الثاني كمان ممكن نحكي عنه، اللي هي خاصيه الشحن اللاسلكي او الوايرلس تشارجنج. صراحه انا مش كثير بهتم فيها، انا بستخدم كيبل تايب سي اللي بيجي معاه، بمناسبه شو الاشياء اللي بتيجي معاه بالكرتونه راح يكون فيه كلاتي. هلا انت اول ما تفتح راح تلاقي الابرتشر ام سي موجود في الكرتونه، وبعدين راح تلاقي شنطه صغيره. هاي الشنطه في لها جيبه تقدر تحط فيها الابرتشر ام سي، والجيب الكبير اللي برا موجود فيها ديفيوزر اللي هو اشي بيشتت الاضاءة بناعمها، وكمان في كيبل الشحن، والكيبل كثير متين صراحة من القماش، يعني حتى كيبلات انكر، انا بستخدم كيبلات انكر للشحن، جدا متين وقوي الموجود فيها. وبتيجي لزقتين فيلكرون 3M عليها، اذا بدك تلزقها اي مكان مثلا في مكان كثير بتستخدمه، ستاند كثير بتستخدمه، او على الكاميرا اي مكان، تحط هاي على الام سي، واللزقة الثانية على اي مكان قماش مثلا مش حديد مشان يتعلق عليه، وبتشبككم مع بعض خلاص متلزق عليه وخلصنا. خلينا نشوف شكله هلا مع الديفيوزر كيف بيطلع. الحلو انه طريقة تلبيسه للديفيوزر على الام سي رائعة، يعني غطاه بالكامل وكل اشي اكسسبل، بتقدر توصله انت من الكبسة هون على الجنب تضويه وتتحكم كل اشي فيه. هلا هي راح تخف اكيد القوة تاعته يمكن نص ستوب، ما بعرف صراحة، لكن اذا انت بتصور اشياء عاكسة reflective objects راح يبين انعكاس الـ LED النقاط اللي موجودة على المنتج، وهذا اشي غير محبب بتصوير المنتجات، يفضل انه يكون مصدر اضاءة كبير نوعا ما، او انه مستطيل كبير، وهذا افضل لتصوير المنتجات. وبس هاي هي رجعتنا له لليوم، يعني انا حبيت انه هاي ثالث اكسسوري او اداة للتصوير كمان استخدمت تكنولوجيا المغناطيس فيها، هذا اشي يعني مش جديد عليك شركات وجدا مريح. بكل الاحوال شكرا لشركة يوكام اعطاي الفرصة اني اجرب هذه الاضاءة، سعره 140 دينار تقدر تلاقوه بالمتجر عندهم. وتذكير خاص لطلابي انه في خصم 10% لإلكم، بس تقرروا تشتروا ابعثوا لي على الفيسبوك او الماسنجر ليوندت حماتي، وبعطيكم كود خصم خاص فيكم. يعطيكم العافية ونشوفكم بالفيديوهات الجاية، مع السلامة.